وفي هذه الليلة ديال عاشوراء هي فين نجى الله سيدنا موسى عليه السلام من فرعون بواحد المعجزة عظيمة عمرها وقعات في تاريخ البشرية. وهذه المعجزة هي من اللي غيكون سيدنا موسى هو نبي من أنبياء الله تعالى، أعطاه الله قدرات ومعجزات عظيمة وكثيرة لدرجة تذكر الاسم دياله في القرآن الكريم 183 مرة في 25 صورة، بينما الاسم ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تذكر غير 4 المرات فقط. هذا النبي ذكر لنا الله عز وجل تفاصيل ديال حياته بالتدقيق، كيفاش تزاد، كيفاش عاش، والقصة دياله مع فرعون والمعجزات دياله اللي وقعوا لي، وبعض القصص مع القوم دياله اللي كانوا من بني إسرائيل، واللي من بين هذه القصص القصة ديال البقرة اللي كنا دوينا عليها في واحد الحلقة. الله عز وجل ذكر لنا هذا النبي بزاف وفصل لنا في حياته لدرجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان كثير الكلام عليه وكذكر في الأحاديث ديالو بزاف. هذا النبي هو من أولي العزم الخمسة، وأولي العزم الخمسة هو مصطلح كيتطلق على سادة النبيين والمرسلين، واللي هما نوح عليه الصلاة والسلام، خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي كنا عودنا القصة دياله في واحد الحلقة، والنبي موسى عليه السلام، والنبي عيسى عليه السلام، وفي الأخير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي اللي غنعود لكم القصة دياله في هذه الحلقة اليوم هو كلم الله موسى عليه السلام. كيف ما كان عارفه سيدنا يوسف عليه السلام كان ساكن في مصر هو 11 أخ دياله، والأب دياله يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام يسمى بإسرائيل، وكلمة إسرائيل كتعني عبد الله، يعني يعقوب كيتسمى بإسرائيل وأبناؤه يسمون ببنو إسرائيل. مهم، من بعد ما كان يوسف عليه السلام عزيز مصر وحاكمها، حتى خوتو بنو إسرائيل كانوا كيحتارموهم وكيقدروهم أهل مصر، حتى النهار اللي غادي تقلب فيه هادشي كامل. من بعد ما مات يوسف عليه السلام بسنوات وسنوات، أهل مصر ذاك الوقت اللي كانوا هما القبطيين بداو كيحاربوا وكيقتلوا في بنو إسرائيل وذرياتهم من بعد ما ولوا كتار، كيظلموهم بدون أي سبب وكيتحاربوا معاهم حيت هما ماشي مصريين في الأصل. مهم، قاو هكا على هاد الحال حتى النهار اللي ولوا الفراعنة هما أسياد مصر، وبنو إسرائيل ولوا مهمشين ولا حول لهم ولا قوة، يعني الفراعنة ولوا كيستعبدوا قوم بني إسرائيل أولاد يعقوب وذرياتهم. ولكن واخا هكاك قوم بني إسرائيل جعل الله عز وجل فيهم النبوة، بقوا كيستعبدوهم الفراعنة وكيتعدوا عليهم، حتى النهار اللي ولا مصر كيحكمها فرعون أكبر طاغية على وجه الأرض، الرجل الظالم والكافر اللي عمر دات شي واحد بحاله في التاريخ. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون غادي يرجع بنو إسرائيل عبيد وخدم، يعني دلهم لواحد الدرجة ما تقدروش تخيلوها. في واحد الليلة فرعون غيكون ناعس حتى غادي يشوف في الحلم ديالو واحد الرؤية غتخلعو بزاف، غتخليه يفيق مخلوع وما فاهم والو. وفي هذا الرؤية شاف باللي واحد النار غتخرج من بيت المقدس، واحد النار عظيمة غتخرج من بيت المقدس وغتجي لمصر، غتحرق كل بيت وكل منزل ديال الفراعنة والقبطيين، وغتخلي فقط بيوت بني إسرائيل. يعني هاد النار حرقت كاع الفراعنة والقبطيين وخلات قوم بني إسرائيل بوحدهم وما قاستهمش. وهنا فرعون في الناض مخلوع من هاد الرؤية اللي شاف، ومشى نيشان لعند أقوى الكهنة والصحارة باش يفسروها ليه، وهنا كانت الإجابة ديالهم بحال الصدمة على فرعون. قالوا ليه باللي غيتزاد واحد طفل ذكر من بنو إسرائيل، وعلى يده غتكون نهاية ديالك، على يد هاد الغلام غتكون نهاية ديالك. وماشي غير هادشي صافي، إنما هاد الطفل يا فرعون غيتربى في عزك وكرامك وغيتنعم بنعيمك يا فرعون، ومن بعد غيكون هو الهلاك ديالك. في هاد اللحظة فرعون تعصب وما حملش هادشي اللي سمع، أو طفل غيتزاد وغيقتلني، ومنين؟
من بنو إسرائيل. في هذه اللحظة فرعون غيخرج بواحد القرار في قمة الظلم، أمر الجنود ديالو كاملين وقال لهم غنقتل أي طفل ذكر تزاد في بنو إسرائيل. أي طفل تزاد من بنو إسرائيل ذكر قتلوه وذبحوه. وبالفعل فما كان على الجنود ديالو إلا الطاعة، ومن ذاك النهار الطفل اللي كيتزاد من بنو إسرائيل كيذبحوه قدام الأم ديالو. جاو عنده الوزراء والمستشارين ديالو وقالوا له يا فرعون، إلا بقيتي كتقتل فهاد الأولاد زعما فهاد الأطفال ديال بنو إسرائيل، شكون غيخدمنا؟ شكون غيخدمنا وشكون اللي غادي نخدمو وشكون اللي غنستعبدو؟ يعني إلا بقيتي كتقتل فيهم راه ما غادي يبقى عندنا حتى واحد منهم، راه خاصك توصل لشي حل. وهنا فرعون خرج بقرار آخر واللي هو عام يقتل الأطفال وعام لا، يعني عام يذبح فيه الأطفال وعام ما يقيس فيه حتى شي طفل. وبالفعل العام اللي ما غادي يقتل فيه حتى شي طفل هو اللي غادي يتزاد فيه هارون عليه السلام الأخ ديال موسى، ولكن في العام اللي غيكون كيقتل فيه الأطفال هو اللي غيتزاد فيه موسى عليه السلام. أم ديال موسى ملي ولدات موسى عليه السلام خافت عليه من الجنود ديال فرعون اللي يجيو يقتلوه، فأوحى الله إليها باش تصنع واحد الصندوق صغير من الخشب وتحط ولدها موسى فيه وتطلقوا في النهر. فإذا خفت علي فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبالفعل من بعد ما حطات ولدها في النهر وقلبها محطم تم غادي هذاك الصندوق للمكان اللي أصلا هي خايفة منه. هذا الصندوق غادي يدخل حتى القصر ديال فرعون، غادي يدخل حتى القصر ديال فرعون وغادي يلقاوها الجاريات اللي كاينين تم، غيلقاو هذاك الصندوق وغادي يحلوه، واذا به غيلقاو واحد الرضيع لا حول له ولا قوه. وهنا فرعون عرف باللي هذاك الرضيع من بنو اسرائيل، وهنا غادي امرهم باش يقتلوه. ولكن فجاه غدخل زوجة فرعون، غدخل زوجة فرعون اللي كان القلب ديالها طيب وحنين، وقفت قدام فرعون وعارضته على القرار ديالو، قالت ليه ما تقتلوش، قالت ليه ما تقتلوش وخلينا نربيوه ونديروه ولدنا. جاوبها فرعون وقال لها ديالك انت فقط ماشي ديالي انا. وكيف ما قال الله عز وجل، فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هاد الطفل اللي كان خايف منه فرعون واللي دار المستحيل غير باش يقتلو جا حتى لعنده، جا حتى للقصر ديالو بأمر من الله عز وجل. وماشي غير هادشي صافي، إنما هاد الطفل كبر في القصر ديالو وتربى في عزه. أم موسى كان القلب ديالها محطم وحزين بزاف، كيفاش حتى سخيت بولدي وخليته، كيفاش قدرت نخليه في النهر بوحده، ياك ما غادي يكون مات، ياك ما تكون طرات ليه شي حاجة. أم موسى وصلت لواحد الدرجة الصافي ما بقاتش قادرة تصبر، كانت غادي تخرج عند الناس وتقول لهم شنو كاين، كانت غتقول لهم الحقيقة وغيتفضح الأمر ديالها. ولكن بفضل الله عز وجل هو اللي صبرها وثبتها. قال الله تعالى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أم موسى قالت لأخت موسى الكبيرة، سيري قلبي على أخوك، سيري قلبي عليه وفتشي الأسواق، مهم قلبي عليه وحاولي تلقيه. وبالفعل خرجت أخت موسى كتقلب عليه ولكن والو، كتقلب وكتقلب والو ما كاين حتى شي بلاصه. ولكن في الاخير غتلقاه في قصر فرعون، وداك الساعه القصر كامل كان برزط مع داك الرضيع اللي هو موسى، لدرجه القصر بدا كينادي في الاسواق من ارادت ان ترضع طفلا في قصر فرعون فلتتقدم فان لها مالا وفيرا وكثيرا. تقدموا المئات من الرضيعات باش يرضعوه ولكن والو، ما بغى يرضع من عند حتى شي وحده. المرضعه اللي كتبغي ترضعو ما كيقبلش يرضع من عندها، لدرجه كان غادي يموت بالجوع. زوجة فرعون كتشوف فيه وما قادره دير ليه والو. وهنا تقدمت اخت موسى للقصر وقالت ليهم، هل ادلكم على اهل بيت يرضعون هذا الطفل؟ يعني قالت ليهم كنعرف واحد المراه تقدر ترضع هذا الطفل ويقبل من عندها الرضاعة. قال الله عز وجل، وحرمنا علي المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم
وهم له ناصحون. زوجة فرعون فرحات وقالت لها جيبي لنا هاد المرأة، جيبي لنا هاد المرأة تردعو، وإلا قبل يرضع من عندها فرما غادي يخصها حتى شي خير، غنعطوها الخيرات والمال الوفير. وبالفعل ملي رجعت أخت موسى لعند الأم ديالو وعودت ليها شنو كاين، مشات أم موسى بسرعة للقصر، دخلات ليه وإذا به كتشوف الرضيع ديالها، كتشوف الطفل اللي خلاته في النهر واللي كيسحب ليها رمات. في هذه اللحظة أم موسى كانت غتبدا تبكي وتكشف الأمر، ولكن الله عز وجل ثبتها. تقدمت أم موسى ومئات المرضعات كيشوفوا شنو غادي يوقع، المرضعات كيشوفوا الزوجة ديال فرعون، حتى هي كتشوف الخدم والحشم، حتى هما كيشوفوا، كل شيء كيشوف شنو غادي يوقع. وفي هذه اللحظة موسى غادي يبدا يرضع من الثدي ديال الأم ديالو رضاعة كاملة، غادي يبدا يرضع وسط واحد الجو ديال الذهول والتعجب من جميع الحاضرين. قال الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كبر موسى في قصر فرعون وما خاصو حتى شي خير، وحتى الأم ديالو بقات كتردعو وكتربيه وديما كتعنقو وحده، حتى كبر موسى ولا شاب قوي البنية والجسم. وهنا آتاه الله العلم والحكمة، كل شي كان عارف باللي موسى من بني إسرائيل، ولكن واخا هكا كل شي كان كيحتارمو في القصر وكيقدرو، يعني واخا كان في القصر ديال فرعون كانوا عاطينو واحد المكانة كبيرة. حتى لواحد النهار كان خارج موسى من القصر وكيدور في المدينة، حتى غادي يبان ليه رجل قبطي من القوم ديال فرعون كيضرب في واحد الرجل ضعيف من قوم بني إسرائيل. هذاك الرجل القبطي كيضرب في هذاك الرجل الضعيف وباغي يقتلو، هذاك كيضرب فيه بالجد والآخر كيغوت وكيستغيث. موسى عليه السلام ملي شاف هذا المنظر مشى كيجري وباغي يعتق هذاك الرجل الضعيف. موسى كان واحد الشاب قوي وعطاه الله واحد البسطة في الجسم، ملي مشى عندهم ضرب هذاك القبطي بضربة واحدة فقط، ضربة واحدة فقط خلات هذاك الرجل القبطي يطيح في الارض ميت. موسى ما كانش باغي يقتلو، كان باغي غير يبعدو على هذاك الرجل الضعيف، ما كانش ناوي يقتلو كاع. وهذا الشيء بالضبط اللي خلى موسى يندم ويقول باللي هذا الشيء من عمل الشيطان. هذاك الرجل الضعيف هرب وموسى بقى كيدعي الله عز وجل باش يغفر ليه. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. من بعد ما جاو الجنود ديال فرعون لقاو هذاك الرجل القبطي اللي من القوم ديالهم مليوح في الارض وميت وما عرفوش شكون قتلو. موسى عليه السلام كان خايف وما بغاش يقولها ليهم، حيت لمشاو حتى عرفوا غادي يعذبوه ويقتلوه. فرعون والجنود ديالو قالوا شكون تجرأ، شكون تجرأ وقتل هذا الرجل القبطي اللي من القوم ديالنا، شكون غيكون دار هذه الفعله؟ بطبيعه الحال بنو اسرائيل كانوا ديما كيقتلوهم الفراعنه وكيعذبوهم، ديما كيقتلوهم وحتى واحد ما مسوق، يعني عادي شي واحد من بنو اسرائيل كيموت ولا كيتعذب شي حاجة عادية، ولكن باش يموت شي واحد من القبطيين فهدي واحد الحاجة اللي عمرها ما وقعت. الغد ليه كان موسى عليه السلام عاوتاني كيدور في المدينة حتى غادي يبان ليه نفس هذاك الرجل، هذاك الرجل الضعيف غيبان ليه عاوتاني كيتضارب مع واحد القبطي. هذاك الرجل الضعيف عاوتاني بدا كيستنجد في موسى وكيقول لي عافاك اعتقني، عافاك اعتقني غادر غيقتلني. ولكن هنا موسى عليه السلام تعصب وقال ليه انك لغوي مبين، يعني انت رجل ظالم وديما جابت الصداع وديما منوط الصداع، يعني انت فيك شي حاجه ماشي هي هذيك. ولكن مع ذلك موسى بقى في هذاك الرجل وجا بغى يعتقو، تم جاي باش يعتقو عاوتاني. ولكن هنا كانت المفاجاه، هذاك الرجل الضعيف ملي شاف موسى عليه السلام جاي لعندو كيصحاب ليه باللي جاي باغي يضربو ولا جاي باغي يقتلو، ما كيصحابش ليه باللي جاي باغي يعتقو عاوتاني. وهنا بدا كيغوت بواحد الصوت مرتفع وكاع الناس كانوا حاضرين وكيشوفوا، بدا كيغوت وكيقول ليهم يا موسى واش جاي باش تقتلني كيف ما قتلتي هذاك القبطي البارحه؟ في هذه اللحظه كاع الناس تصدموا وكل شيء ما فهم والو، يعني كل شيء ولا عارف باللي سيدنا موسى عليه السلام هو اللي قتل هذاك القبطي البارحه. موسى ما فهم والو، فما كان عليه الا يهرب ولا غيقتلوه. وهنا فين غتبدا القصه اللي كلها تشويق واحداث رائعه وجميله. ولكن الا بغيتو نكمل لكم القصه وندير لكم الجزء الثاني فما عليكم غير تكتبوها لي في التعليقات. بغيتكم توصلوا هذه الحلقة لأكبر عدد ديال اللايكات وتكتبوا لي في التعليقات باللي بغيتوا الجزء الثاني باش نديرو ليكم. الخوت بالنسبة لهذه الحلقة سالات، كان معكم أمين نقيطي، تهلاو.